دكتور تميم البرغوثي، طبعا انت شاعر عربي فلسطيني غني عن التعريف، نشكرك كثير لقبول دعوتنا. انت في محاضرتك في الاي دي اي ركزت على اللغه العربيه، ليش بتعتقد انه تعلم اللغه العربيه قراءه وكتابه عامل مهم للتنميه العربيه؟ وشو رايك بالشباب العربي داخل كندا وخارجها، يعني حتى في الوطن العربي عم بنسوا اللغه العربيه وعم بيستخدموا اللغه الانجليزيه بدل عنها؟ اللغة العربية بدهاش شهادة من أي حدا على أهميتها، لكن كمان وضعنا التاريخي الآن بيخلي أهميتها أكبر وأكبر. إحنا في لحظة تاريخية عندنا فرصة حقيقية للخلاص من الظلم الاستعماري اللي واقعين تحته وصلنا عشرات السنين، سواء في بلادنا المستقلة اسما اللي كانت تابعة فعلا لقوة استعمارية من أيام الإنجليز والفرنسويين لحد اليوم اللي كانت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولليوم كأنها مستعمرات أمريكية. معرفتنا بلغتنا وبتراثنا وبثقافتنا بيخلينا نعرف الكنز الكامن في هذا التراث من أفكار، من حلول، من وسائل تنظيم سياسي، وسائل تنظيم اجتماعي، وسائل تنظيم اقتصادي. أيضا بيخلي التفاهم ما بيننا أسهل، انتقال الأفكار ما بيننا أسهل، بيقلل القطيعة ما بين العرب وبعض. هاي اشياء بديهية يعني. كمان لازم نعرف انه الشباب اللي بيتعلم خارج العالم العربي او بيدرس خارج العالم العربي عنده فرصة جيدة للاطلاع على افكار الاخرين، لكن مش هيكون من الحكمة انه يطلع على افكار الاخرين وينسى افكار اهله، بل بالعكس لازم انه يزيد علم على علم مش يبدل علم بعلم. وبالتالي التأكيد على اهمية اللغة العربية والتأكيد على اهمية التراث العربي هو تأكيد يضيف إلى المعرفة اللي احنا بنستقيها من الثقافات الأخرى. كمان مفهومنا عن العالم محتاج يتغير. لما نحكي عن العالم أو العالمية عادة الناس بيحكوا عن غرب أوروبا وعن الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، كأنه أمريكا الجنوبية والصين والهند وأفريقيا ليسوا من العالم. فلابد أنه نتعلم لغات أخرى مش بس الإنجليزي والفرنسي، مهم العرب يتعلموا لغات الصينية والأردية والهندية، وأهم أنهم يتعلموا كمان لغات إخوتنا وجيراننا وأقاربنا، يتعلموا فارسي، يتعلموا تركي. هي كلها معارف لابد العرب يكتسبوها بدون ما ينسوا لغتهم وهويتهم الأصلية. دكتور تميم، أنت كشاعر عربي وبسبب هالتقصير اللي عم نشوفه من الشباب باللغة العربية، هل تعتقد أنه جيل الشعراء قارب على الانتهاء أو أنه عم بينتهي؟ اطلاقا اعتقد العكس. يعني اللي شفته على الاقل من تجربتي انه بيكون في شباب من سن او حتى بعضهم يعني فتيه في سن العشر سنين وال12 سنه وال11 سنه الى سن الثمانين، والشباب اساسا يعني اكثريتهم بيكونوا شباب من سن ال15 لسن ال30 ال35، معرفتهم باللغه العربيه قويه يعني في 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 العالم العربي، واللغة العربية مش غريبة على آذانهم. أي واحد بيصلي بيستخدم اللغة العربية خمس مرات في اليوم، بيفتح التلفزيون بيسمعها في الأخبار، بيقرأ الجريدة بيقرأها، هي لغتنا. الوهم إنه هي لغة صرنا إحنا غرباء عنها أو صارت غريبة عنا هو وهم تنتج طبقة معينة من الناس تظن إنه الاغتراب عن ثقافتها والارتباط بثقافة المستعمر أساسا هو نوع من الارتقاء الطبقي. يعني مشكلة أنه بعض الأثرياء العرب وأولادهم يظنوا أنه عدم إتقان اللغة العربية هي علامة على مركز طبقي عالي في المجتمع. عيب. قبل المقابلة كنا عم نتحدث أنا وياك عن الشباب أنهم بخافوا من أنهم يحكوا في مواضيع سياسية وخصوصا أنهم ينتقدوا إسرائيل، كيف ممكن نساعدهم أو نشجعهم أن يكسروا حاجز الخوف؟ أعتقد الشباب العرب يعني فرجوا العالم شجاعة لا نهائية، خاصة في الأشهر الماضية في سنة 2011، ومصير العالم جزء كبير منه يبدو أنه الآن ممكن يتشكل بإيدينا وفي بلادنا. يعني إذا خرجنا من سيطرة القوى الظالمة اللي بتحكمنا، سواء كانت من قوى احتلال إسرائيلي أو هيمنة أمريكية أو ديكتاتوريات عربية تعمل لصالحها،
قدرتنا على الخلاص من هذا الظلم ومن هذا القيد قد يخلص العالم كله من هذه الهيمنة الأمريكية ومن هيمنة القطب الواحد، لأنه منطقتنا مركزية جدا لهيمنة أي قوة عظمى على العالم. فخسران الهيمنة الأمريكية والإمبريالية الأمريكية لبلادنا شبيه بخسران الاتحاد السوفيتي لشرق أوروبا، بمعنى خسرانه لمنطقة استراتيجية هي العلامة الأساسية على سيطرته على العالم. حاجز الخوف اللي أعتقد أنه حاجز الخوف في العالم العربي انكسر. أنا قلقي هو من مرة أخرى طبقة معينة من الشباب العرب اللي يبدو أنه هذا بيقلقهم، بيقلقهم الكلام في الأمر في الشأن السياسي، خاصة إذا كانوا في بلاد تدعي احترام حقوق الإنسان والحرية لكنها تضطهد العرب والمسلمين لديها بأشكال مختلفة. فأنا أفهم قلق بعض الجاليات العربية في البلاد الأجنبية من الكلام في السياسة أو من الانتقاد الحاد لظالميهم، لكن أظن أنه الآن هو وقت ألا يخاف أحد من هذا، خاصة وأهلنا وأخوتنا وإحنا في بلادنا بطلنا نخاف، حيث في قمع حقيقي وأشرس حتى من الخارج. فأظن أنه حاجز الخوف عموما في العالم العربي انكسر. إن بقي في العالم العربي من يقلقه هذا الأمر فقد حان الوقت ألا يقلقه هذا الأمر. آخر شيء دكتور تميم، شو الرسالة أو النصيحة اللي بتوجهها للشباب العربي داخل كندا وخارجها حتى لو كان في الوطن العربي بالنسبة للتنمية العربية؟ وهل بتشجع الشباب العربي خارج الأوطان العربية إنهم يستخدموا قدراتهم لتحقيق تنمية في الوطن العربي؟ الشباب العرب هيظلوا عرب مهما حاولوا يبطلوا، يعني مهما حاولوا يكونوا حدا تاني، الحدا التاني مش هيقبلهم وهيصفوا قاعدين بين كرسيين. فمهم انه يكونوا متجذرين في ثقافتهم وفي تراثهم، يعرفوا لغتهم جيدا، يعرفوا تاريخهم جيدا، يعرفوا يحددوا مصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية جيدا، يختلفوا قد ما هم عايزين، يوقفوا ضد بعض في السياسة إذا بحبوا، لكن يكونوا عارفين على إيش هم مختلفين، وعلى هذا الأساس من المعرفة يحددوا مواقفهم. ما ينخدعوش بفكرة انه والله احنا طليعة العالم العربي الى اخره. الطليعة الناس اللي بيتقدموا في الاول، يعني تفسير كلمة الطليعة السرية اللي بتطلع قدام المجموع لكي تعرف شو ممكن يصير وتقود، أعتقد إنها لازم قبل ما تعتبر حالها طليعة تتعلم. يعني أنا صراحة أعتقد إنه الطليعة كانت في محمد البوعزيزي، أو كان طليعة الثورات العربية، الناس اللي نزلوا أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، الناس اللي يوم الجمعة 28 وقفوا قدام الشرطة في مصر وما خافوش من الرصاص، هذول الطليعة. فما بلاش نظن الناس اللي تعلمت في هارفارد او في كولومبيا او في UCLA او في جامعات اخرى في اوكسفورد في كامبريدج انه هم الطليعة. ممكن يكونوا فعلا، بس زي ما اللي كان واقف قدام الرصاص مش مستحي يتعلم من غيره، عيب اللي قاعد في الجامعة يظن انه مش هيتعلم من اللي وقف قدام الرصاص. لازم نتعلم من شهدائنا، لازم نتعلم من الناس اللي وقفوا في الشوارع وهم اللي حررونا في النهاية. لذلك العلم الحقيقي هو في شوارعنا. مش غلط نستفيد من العلم اللي هون، بالعكس كويس نيجي على المكتبات ونقرأ ونتعلم، بس عمرنا ما ننسى انه العلم كمان موجود في شوارعنا، وانه البوصلة اللي بتودي وين الصح وين الغلط موجودة في بلادنا. شكرا جزيلا لك دكتور تميم على وقتك.